برزت في الفترة الماضية مبادرة شباب ضبعة، والتي تعنى بتطوير مهارات الفتية في رياضة كرة القدم في بلدة العامرية التابعة للواء الجيزة جنوب العاصمة عمان، والتي يقطنها قرابة 30,000 نسمة. الهدف منها يعني دعم الشباب وتفريغ طاقات الشباب، خصوصا الفئات العمرية، يكون تفريغ الطاقة إيجابي يعني في الملعب. فالحمد لله نجحت بال 2019 بدون أي دعم صراحة، يعني إلا دعم لا يذكر يعني أو بجهود شخصية. وتعنى المبادرة الشبابية التي انطلقت قبل ما يزيد عن 3 سنوات بتدريب الفتيان على مهارات كرة القدم لسد أوقات فراغهم وتنمية مواهبهم، وسط غياب تام للأندية الرياضية والمراكز الشبابية، حيث يشارك فيها قرابة 100 شاب من مختلف الفئات العمرية. عمري 10 سنين، واسمي سامر أحمد سلمي محارب، واستفدنا من هاي. قبل كنا يعني سنتين كنا نلعب لعب عشوائي، ملعب تراب، أما هسه لما سووا ملعب عشب تحسن لعبنا. لما جت المبادرة صار قوانين ولعب كويس يعني. وينتظم اللاعبون الذين يقترب عددهم من 100 لاعب بالتدريبات المتنوعة بشكل يومي لإكسابهم كافة المهارات البدنية والفنية في بيئة رياضية مناسبة، بعد أن كانت الطرقات متنفسهم الوحيد لممارسة كرة القدم.